بشكل مفاجئ موريتانيا توجه طلبا عاجلا إلى المغرب غير متوقع. مرحبا، معكم بالبيس باسل شوك. ان شاء الله تكون بخير جماعة وبصحة وسلامة. بهذا الفيديو رح نحكي عن موضوع هام جدا يا جماعة. بهذا الفيديو رح نشوف الطلب التي ارسلته موريتانيا على وجه السرعة الى المغرب وماذا جاء فيه، وايضا عنا موضوع هام، ما قصة قائد الجيش الموريتاني الذي توجه الى المغرب والتفاصيل مثيرة. قبل ما ننتهي الفيديو لا تشترك بقناة، فعل زر الجرس لنضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة خل الفيديو تشير، خلينا بشير صح. قبل ما نبتدي الفيديو شوف هاي الصورة يا جماعة. شو القصة؟ لتسريع أشغال ميناء الناظور، دعم للمغرب بقيمة 57 مليون يورو. صادق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل إضافي بقيمة 57 مليون يورو لفائدة المغرب من أجل المساهمة في تمويل أشغال البناء الجارية للمركب المينائي الناظور غرب المتوسط. وافاد بلاغ للبنك الأفريقي للتنمية تم إصداره على هامش الجموع العام 57 للبنك والمنعقدة بأكرا، بأن هذا التمويل يكمل تمويلا بقيمة 113 مليون يورو منحه البنك في سنة 2015. واضح البنك أن المشروع يهم بناء محطتي حاويات مكافئة لعشرين قدما من 3 ملايين طن ومحطة متخصصة في البضائع السائلة من 4 ملايين طن ومحطة بضائع متنوعة من 33 مليون طن. وأضاف المصدر ذاته أن الناظور غرب المتوسط سيستند إلى قطب تجاري وصناعي لوجستيكي وخدماتي متواجد بمنطقة اقتصادية متكاملة ستتيح فرصا جديدة للشغل. ونقل البلاغ عن المدير العام الإقليمي لشمال أفريقيا لدى مجموعة البنك الأفريقي للتنمية السيد محمد العزيزي قوله إن تشييد هذه البنية التحتية المينائية الجديدة بالمياه العميقة المتواجدة عند مفترق طرق مهمة لنقل الحاويات والهيدروكربونات يعزز حضور المملكة المغربية ضمن الطرق البحرية العالمية. وأكد السيد العزيزي أنها ستشكل عامل جذب بالنسبة للجهة الشرقية ومسرعا حقيقيا للتنمية والاندماج الجهوي. ومن جهته أشار السيد أشرف حسن ترسيم وهو مسؤول مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بالمغرب إلى أن مشروع الناظور غرب المتوسط يثبت إلى أي حد يمكن لبنية تحتية من الجيل الجديد تم التفكير فيها في انسجام مع محيطها ومنطقتها أن تحول جهة برمتها وتفتحها أمام العالم بأسرها مع بروز فروع صناعية جديدة وإحداث آلاف مناصب الشغل. وجدير بالذكر يهدف مشروع الناظور غرب المتوسط إلى رفع التنافسية اللوجستية للاقتصاد الوطني وتأمين تزويد البلاد بالهيدروكربونات عبر جذب جزء من النشاط البحري العالمي الذي يعبر حوض المتوسط، حاملا بذلك إرادة المملكة المغربية في تعميق رسوخها ضمن الفضاء الأفريقي. وتأتي هذه البنية التحتية الجديدة في تطور تكاملي نشيط لتعزيز عرض ميناء طنجة المتوسط الذي تم تدشينه سنة 2004. وعلى هذا الأساس لتسريع أشغال ميناء الناظور دعم للمغرب بقيمة 57 مليون يورو. هذا ما تم الإعلان عنه منذ ساعات معدودة، ونقولها ما شاء الله على إنجازات المملكة المغربية ومن مشروع إلى مشروع ومن نجاح إلى نجاح. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب ولا. استنفار كبير داخل الاتحاد المصري واستنفار كبير داخل الأهلي. الأهلي يكشف عن عودة ثلاثة من نجومه لمواجهة الوداد في نهائي أبطال أفريقيا. أعلن النادي الأهلي المصري الآن منذ لحظات معدودة جاهزية حمدي فتحي وعمرو السويلة واليو دياغ لاعبي الفريق الأول لكرة القدم
لمواجهة الوداد المقرر لها يوم الاثنين المقبل في ملعب محمد الخامس، وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا. وعلى هذا الأساس هناك استنفار كبير داخل الأهلي وتجهيزات غير مسبوقة، وذلك استعدادا لمواجهة الوداد، حيث أن فريق الأهلي اليوم يحشد خيرة اللاعبين من أجل مواجهة الوداد. هذا ما أعلن عنه الاتحاد المصري منذ ساعات معدودة، وهذا أن دل على شيء فيدل هناك مباراة قوية وغير مسبوقة يوم الاثنين المقبل. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. وفد هندي يطير إلى المغرب. أزمة القمح تطير بوفد هندي إلى المغرب. من المنتظر أن يحل وفد هندي رفيع المستوى بالرباط لبحث سبل إمداد المغرب بشحنات جديدة من القمح، رغم إعلان الهند في وقت سابق تعليق صادراتها. إذ ستتم مناقشة سبل وشروط تزويد المغرب بشحنات إضافية من القمح في ظل الأزمة العالمية الحالية. ووفق التقارير فالوفد الهندي سيضم مسؤولين من وزارة التجارة والفلاحة، إضافة لمسؤولين من قطاع السكك الحديدية والتصدير، على أمل تأمين إمداد إضافي من مادة القمح للمغرب بعد اشتداد الأزمة الروسية الأوكرانية التي أضرت كثيرا بتصدير المادة إلى كثير من الدول منها المغرب. وعلى هذا الأساس وبعد قرار الهند الأخير، اليوم هناك وفد هندي رفيع المستوى يطير إلى المغرب، وذلك من أجل تزويد المغرب بكميات هامة من القمح. هل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب. أكد مصدر مطلع اليوم منذ ساعات معدودة أن وفدا ليبيا يضم عددا من المسؤولين العسكريين والمدنيين وصلوا للمغرب من أجل بحث إجراء مشاورات تستضيفها مدينة بوزنيقة. وقال ذات المصدر أنه لا يوجد بين المسؤولين الذين وصلوا بوزنيقة أي من الشخصيات الليبية التي سبق أن شاركت في لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. ودعا المغرب مرارا إلى إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المحدد في 24 ديسمبر، معتبرا أن الحل للأزمة يجب أن يمر عبر الانتخابات. وجدير بالذكر استضاف المغرب عدة جولات من الحوار بين الفرقاء في ليبيا، انتهت باتفاق العام الماضي على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في المادة 15 من الميثاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015. هذا ما أعلنت عنه المصادر منذ الساعات معدودة، وصول مسؤولين عسكريين ومدنيين ليبيين إلى المغرب. وهل انتهى الموضوع عندهم؟ الجواب لا. بلاغ مهم للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. بتعليمات سامية من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، أجرى عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني اليوم بمقر هذه الإدارة مباحثات مع الجنرال دو ديفزيون المختار بول شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الذي كان مرفوقا بسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين أكدا خلال هذه المباحثات على ضرورة تعميق وتوسيع نطاق التعاون العسكري الثنائي في مجال الدفاع والأمن، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين القوات المسلحة في البلدين بهدف مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية، ولا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب. وأشاد المسؤولان بجهود المغرب وموريتانيا في تعزيز التعاون الأقليمي في غرب البحر الأبيض المتوسط في إطار مبادرة 5+5 دفاع بمناسبة الرئاسة الموريتانية عام 2021 ورئاسة المملكة المغربية عام 2022. وفي اليوم نفسه وبتعليمات سامية من جلالة الملك
القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل الجنرال دوكر درامي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط الجنرال دوفزيون المختار بول شعبان. وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء المكاتب المعنية في القيادة العامة وكذلك أعضاء الوفد الموريتاني، سلط الجانبان الضوء على علاقات الصداقة الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين. إثر ذلك ترأس المسؤولان الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية والذي تمحورت أشغاله حول حصيلة أنشطة التعاون الثنائي برسم سنة 2021 والأنشطة العسكرية المخطط لها لسنتي 2022-2023 والمرتبطة أساساً بمجالات التكوين والتدريب العملياتي والدعم التقني وتبادل الزيارات والخبرات. ويؤطر التعاون العسكري المغربي الموريتاني مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المختلطة تم توقيعها بالمغرب في 21 يوليو 2006. وعلى هذا الأساس قائد الجيوش الموريتاني في زيارة إلى المغرب وذلك من أجل طلب التعاون العسكري الثنائي في مجال الدفاع والأمن. وجدير بالذكر هذه الزيارة التي حصلت اليوم تأتي بعد أقل من يومين فقط على أعمال الشغب التي تحصل في نوازيبو، حيث منذ يومين فقط انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح أكبر الأحزاب السياسية المعارضة الممثلة في برلمان موريتانيا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان مدينة نوازيبو عاصمة البلاد الاقتصادية. واستغرب المتحدث عن الحزب تجاهل الحكومة ضعف البنية التحتية وهشاشة المنظومة الصحية في نوازيبو، إضافة إلى عدم توفر الخدمات الضرورية مثل الماء والكهرباء بشكل مستمر ودائم، حيث يمضي سكان بعض الأحياء 10 أيام من دون مياه. وقد شهدت المدينة أمس أعمال شغب تم خلالها تخريب مكاتب تابعة للإدارة الجهوية للتهذيب بنوازيبو. هذا كان البلاغ المهم للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، وهذه كانت تفاصيل زيارة قائد الجيوش الموريتاني للمغرب. اكتبوا لنا بتعليقات شكركم بهذا الشيء، ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إنها المغرب. يا سادة ويقصنا كل حب وطن. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.